سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. هنفضل نتكلم ونتكلم في قضية وجعت قلب القاسي والداني طبيب الساحل الدكتور أسامة توفيق. معانا بعض الأخبار اللي هننشرها لحضراتكم، ودي كانت نتيجة جلسة أول أمس، الجلسة اللي كانت بتاريخ 2/9، وحصل إسقاطات أو سقطات مهنية من قبل دفاع المتهمين. معانا خبر كده بس مش هننشره في حلقة النهاردة لما نتأكد منه ونتحصل على الماتيريال، وهي مشاجرة بعض المحامين للدفاع عن المتهمين الثلاثة. وصلت فضايح وحاجات كتيرة قوي، لكن لما نتأكد من الخبر ونتحصل على ماتيريال هنطلع نعرضه لحضراتكم. طب انت جايلنا بايه النهاردة يا بلاوي؟ طبعا انتوا عارفين يعني الاجواء اللي حصلت في جلسة 2/9، وحابين كلنا ان احنا نسمع من المستشار عمرو عبد السلام ايه الدافع لتأجيل القضية، وايه الترتيبات اللي هتتم او تنم عن التأجيل بعد كده. احنا عارفين ان القضية اتأجلت في اول اسبوع في شهر اكتوبر شهر 10، لكن في حيثيات هيتكلم معانا فيها المستشار عمرو عبد السلام، لانه طالب هنا سيادة القاضي بكشف هواتف وكشف كمان متهمين جدد في القضية. حلو كده بقى. لأن القضية زي ما قلنا لحضراتكم إن فيها غموض كتير. هنسمع مع حضراتكم ايه اللي هيقوله المستشار عمرو عبد السلام، وهيفند طلبات المحامين، وايه يمكن الدرجات اللي هتتم بعد كده في قضية طبيب الساحل الدكتور أسامة توفيق. لكن فضلا وليس أمرا مش هنطلب لايك ولا اشتراك، لكن بنطلب دعوة بالرحمة للدكتور أسامة، وإن ربنا يسلج ويبرد قلب والدته الحاجة زينب، لأن كان منظرها في المحكمة يصعب على الناس كلها لأن ابنها راح منها. يعني لو حضراتكم شاهدتوا الفيديو هتلاقوا الست بتحاول انها توصل للمتهمين اللي قتلوا ابنها علشان تقول لهم سؤال واحد، هو عمل فيكم ايه علشان تقتلوه. مش هنطول على حضراتكم في المقدمة، ويلا بينا نشوف المستشار عمرو عبد السلام هيتكلم على دافع تأجيل المرافعة عشان تتأجل بعد كده، وطلبات المحامين ان هما كانوا طمعانين في القضاء المصري بالتأجيل، واكيد حضراتكم شفتوا الفيديوهات اللي بتدل على ذلك، وشفتوا كمان رد القاضي وهو بيناقش المحامين بالطلبات من خلال طلباتهم، اذا كان طلب بالكشف الطبي من جديد على احمد شرشوبة، وكمان ان هم بيشككوا في الطب الشرعي وعاوزين كبير الاطباء الشرعيين يتناقشوا معاه، ويعاد المناقشه من خلال التقرير اللي تم عن طريق الطبيب الشرعي. كواليس كتيره هنعرفها مع الاستاذ عمرو عبد السلام، علشان بس بناكد لحضراتكم ان احنا ملومين بالقضيه، وكل كبيره بنشرها وكل صغيرة معانا كمان. ربنا يرحم أسامة توفيق ويصبر الحاجة زينب، إن شاء الله الحق ابنها راجع بإذن الله قريب قوي، لأن القضية دي مش هتاخد وقت كتير زي القضايا اللي فاتت لأنها قضية رأي عام. يلا بينا عايزين نعرف النهارده ايه اللي دار في اول جلسه. هو النهارده كانت جلسه اجرائيه، المتهمين مثلا من محبسهم امام المحكمه، وحضر معاهم المحامين الموكلين للدفاع عنهم، وحضر ايضا اسره المجني للدكتور اسامه صبور، وحضر هيئه الدفاع الموكله للدفاع عن حقهم. والنهارده المحكمه سالت المتهمين عن الاتهامات المنسوبه ليه،
وللمفاجأة ان هم يعني انقروا جميعا قتلهم للمجنى عليه وسرقته، وده طبعا على خلاف اقراراتهم واعترافاتهم التفصيلية امام النيابة العامة مرتين. النيابة العامة تستجوب كل متهم على انفراد وتسأله فيعترف تفصيليا بكيفية ارتكابه للواقعة ومشاركته مع باقي المتهمين وتحديد دور كل متهم فيهم على حدة في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي. ثم تقوم النيابة العامة في وقت لاحق بإعادة استجوابهم للمرة الثانية للوقوف على مدى ثبوتهم على أقوالهم أو عدولهم عنها، فأكدوا على اعترافاتهم اللي اعترفوا بيها في التحقيق المبدئي. فالنهاردة جايين الثلاثة بينكروا ارتكابهم للواقعة، حتى المتهم أحمد شحتة من السخرية ان هو اقسم بكل الايمانات المغلظة واقسم بالله كذبا ان هو ما قتلش ولا خطف ولا سرق المجنى عليه. طب الجثة اللي لقوها عندك في العيادة بتاعتك تحت البلاط بتاعت مين؟ ومين اللي حطها؟ ومين اللي قتل المجنى عليه؟ ومين اللي سرق؟ فطبعا هو طبعا المتهمين الثلاثة استيقنوا أن حبل المشنقة بات قريب منهم، لأن الجريمة أو الجرائم اللي ارتكبوها بتؤدي حتما لتوقيع عقوبة الإعدام عليهم، خاصة أن النيابة العامة استطاعت من خلال الأدلة القولية والفنية والأدلة المادية في أن هي تقيم هذه الأدلة عليهم، ومفيش مفر من ان هم يفلتوا من العقاب. كمان هم مثلوا الجريمة يعني عملوا عملية تصوير لكيفية ارتكابهم لهذه الجريمة في مسرحي الأحداث، المسرح الأول والمسرح الثاني. فكل الأدلة أصبحت قائمة ضد هؤلاء المتهمين، وأصبح إن شاء الله حكم الإعدام قريب منهم، ولكن هم بيحاولوا كفرصة أخيرة إن هم يفلتوا من حبل المشنقة، أو ظن منهم إن إنكارهم أمام المحكمة سيعدل الاتهامات أو سيخفف العقوبات المتوقع تطبيقها عليهم. ولكن ده طبعا الكلام ده كلام هزلي وعبثي وملوش أي أساس من الصحة أو الواقع. طلبات حضرتك النهارده من هيئه المحكمه؟ احنا طبعا دفاع المتهمين خاصه المتهم الاول والمتهم الثاني كانوا حاضرين النهارده وطلبوا من المحكمه اجل للاطلاع على ملف الدعوه والاستعداد للدفاع، وكان ليهم طلبات اخرى، ولكن المحكمه في رد حاسب وقاطع رفضتها من على المنصه. كانوا عايزين يستدعوا إما الطبيب الشرعي الذي أعد تحقيق الصفة التشريحية أو رئيس هيئة مصلحة الطب الشرعي علشان خاطر يناقشوه. فالمحكمة لما وجهت لهم السؤال عن المبرر القانوني لهذا الطلب عجزوا في أن هم يقنعوا المحكمة، خاصة أن إحنا عندنا أن الطبيب الشرعي تم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة، والنيابة العامة وجهت إليه العديد من الأسئلة الفنية لاستجلاء الحقيقة في الواقعة. فالراجل لما تسأل بين كل التفاصيل الفنية في التقرير اللي عمله، وبين سبب الوفاة، وقال في رد واضح وصريح في تحقيق النيابة العامة أن قيام المتهمين بإعطاء المبنى عليه المزيد من الجرعات المخدرة على مدار 48 ساعة اللي كانوا محتجزينه فيها، وان وضع المبنى عليه داخل الحفرة التي تشبه القبر لمدة يوم ونصف اليوم وهو مكبل الايادي ومعصوب العينين وموضوع شريط لاصق على فمه
وان هذه الوضعية اللي كان موجود فيها المجني عليه وان تم اغلاق باب الحفرة او باب المقبرة عليه، فكل هذه الامور ادت الى وفاته. فاصبح ان تقرير الصفة التشريحية ورأي الخبير الفني في هذه الدعوة موجود في أوراق الدعوة، وبالتالي المحكمة رفضت الاستجابة لهذا الطلب ونبهت على دفاع المتهمين أن الجلسة القادمة ستكون جلسة الفصل، يعني الكل يبقى جاي حاضر وجاهز للمرافعة، علشان المحكمة بعد استماعها لمرافعة الدفاع ومرافعة المدعين بالحق المدني ستصدر حكمها في هذه الجلسة. هي هل فعلا المحكمة هتستدعي طبيب الشرعي؟ لا رفضت يا فندم، رفضت. يعني هو لسؤاله قدامها، سؤاله ايه؟ ما هو اتسأل في النيابة يا فندم، يعني هو الطبيب الشرعي اتسأل في النيابة واجاب على كل الامور الفنية اللي النيابة العامة حبت ان هي تستجلي حقيقتها منه، فمفيش مبرر ان هو يحضر. المحكمة اعتبرت ان تعدد طلبات دفاع المتهمين هو نوع من انواع المماطلة والتسويف، زائد ان برضو المحكمة ما كانتش مقتنعة ان الدفاع غير مستعد وجاهز للمرافعة. هو بيقول ان هو لسه مستلم اوراق القضية يا فندم، ما ده هو ملف القضية معاه تمام، ولكن ما نقدرش ان احنا ننكر حق الدفاع للمتهم، هو تمسك بحقه في الدفاع والمحكمة استجابت لهذا الطلب المشروع، علشان خاطر تبقى المحكمة وفرت كل الضمانات القانونية للمتهم أثناء محاكمته. النهاردة النيابة العامة طبعا ثلاث أمر النيابة العامة النهاردة ثلاث أمر الإحالة، وأوضحت الجرائم التي ارتكبها المتهمين تفصيليا، ثم أوضحت الأدلة القولية المتمثلة في شهادة الشهود وتحريات ضابط الوقعة وتقرير الصفة التشريحية، وطلبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. نقدر نقول إن احنا أمام أبشع جريمة في الفترة اللي فاتت؟ هو ما فيش شك إن الجريمة دي يعني تقدر توصفها إن هي جريمة مؤلمة، جريمة مفجعة، جريمة استخدم فيها المكر والخديعة للإيقاع بالمجني عليه، جريمة وحشية تشيب منها رؤوس الولدان وتنفطر القلوب كمدا وحزنا من تفاصيلها، احتجاز المجني عليه ودفنه حيا في قبر لمدة أكتر من يوم ونص وهو بدون مأكل ومشرب، وبيوالوا إعطاؤه العديد من الجرعات المخدرة على خاطر يقتلوه. تخيل واحد مدفون حي ومقفول عليه الباب وبيعذبوه، يعني واحد شعر بضلمة القبر ووحشيته وضمته هو ما زال على قيد الحياة. أم الطبيب حالتها إيه؟ نعم؟ والدة الطبيب مالها؟ والدة المجني عليه حالتها إيه؟ حالتها إيه؟ هي طبعاً يعني أم مكلومة على ابنها، يعني الأم مكلومة على ابنها، أم فقدت ابنها وما كانتش ابن عادي، يعني من كلام والدة المجني عليه بتقول لك إن ده يعني كان من أقرب أبنائها إليها، حد الكل بيشهد له بطبط القلب والتدين والالتزام والاحترام والتفوق العلمي، حد كان عنده أمل، كان عنده حلم كان عايز يحققه، واحد عمره كله كان مقضيه في إن هو عايز يبقى من أكبر وأشهر دكاترة جراحة العظام في مصر. جم المتهمين في لحظة واحدة قضوا على هذا الحلم وقضوا على ثمرة شقاها كله اللي شقيته من ساعة ما اتولد وربته، خدوا منها في لحظة وبالوحشية دي، وعشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الفلوس. ومين اللي ارتكب ضده الجريمة؟ صاحبه.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل كان ليها كلمه النهارده امام هيئه المحكمه؟ لا 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 لا، هو ان شاء الله يعني احنا الجلسه زي ما قلت لك النهارده كانت جلسه اجرائيه، ولكن سيكون في الجلسه القادمه مرافعه من هيئه الدفاع عن اسره المجني عليه، وستسمع المحكمه صرخات هذه الام المكلومه ومطالبتها بان يتم القصاص العادل من المتهمين علشان خاطر نفسها تهدى. انا موافق يا فندم على الاستلام المتهم لو هيئه المحكمه عايزه تسجل. لا انا موافق. ماشي حاضر مع المتهم. مش كويس ده حته كمان يا باشا. انا اول تعليق ليه ما حضرش معاك محمد باين ده هتسجل. لا حضر الشرطان والتوازن يا فندم. امر عم حليم انا مش عايز اتكلم. انا لو والد كده كله كان خاطب عني انا طلعت اتكلم بالنيابه يا فندم. مش عايز سلام. الدفاع بتاعك هو اللي بيقول خلاص. انسمح يا بلد فرحة بشي حضر معايا اصلا. الدفاعي والمتهم طبقا لنص المادة 174 صح كويس الامر. ما فيش مشكلة. حاضر معاه. يا فندم انا هروح له. هو عضو عنده عضو متهم عايز ولا عايز حد تاني؟ أنا عايز معاك. بس أنا في أنا اللي كلمتك. الحاضر مع الأول. جاهز. بس يا ابني. لا لا طلب. حلو اختار طلب. Thank you.
كده محترم. تأتي الرياح.